الله عليكم. السؤال الثالث في رسالة المستمع جيم عين من شقراء تقول: إني أتابع كثيرا إذاعة القرآن الكريم وفي أغلب الوقت أسمعها، هل يجعلني هذا في مجلس ذكر وكذلك في استماع نحوها من الأشرطة الدينية؟ ولي من الأجر ما لما يحضر ما لمن يحضرون مجالس الذكر؟ لكن من الأجر بقدر الانتفاع وقدر النية، وأما أنها تكفي عن حضور مجالس الذكر إنها لا تكفي، لأن حضور مجالس الذكر وحضور الملائكة وحضور وسماع الدرس من المدرس مباشرة وسؤاله عما أشكل، هذه أمور لا تحصل بسماع الأشرطة، ولكن يحصل من الأجر والثواب من سماع الأشرطة بقدر ما يحصل من الاستفادة والتأثر بها